وانا خارجه جري من بره فبشوف في ايه، لقيت زقني كده بالباب بالبندقيه وراح ضربني بالرجل، رحت منطوره هنا. فانا بقول له حرام عليك حرام عليك انا بطني مليانه، وهو طالع ورايا. فانا واقفه هنا بقول له استنى استنى انت رايح فين استنى انت رايح فين. لقيته كسر الباب وراح داخل على جوه، تكسير تكسير في الحاجة وشتيمة بألفاظ خارجة، حضرتك اهو المكان ده تاني مكان دخله من ساعة ما دخل عند حماتي. فلوس كانت هنا حضرتك، فلوس كانت هنا 25,000 جنيه. طبعا سلفتي لما جت من بره بتقول لي في فلوس شغل فوق في فلوس شغل فوق، طلعت ما تلاقيناش اي حاجه. لما سمعت صوت جامد سلفتي بالصوت فخرجت بسرعه، رحت لابسه النقاب الحمد لله، فخرجت فلقيت ناس بتجري انا مش عارفه مين دول بيجروا على فوق. رحت داخله قفلت الباب الشقه، قفلت الباب هنا وقعدت انا وابني، فلقيته بقى جري كسر الباب، كسر الباب دوام عليا. المهم راح دخل بقى في منتهى السفاله وقله الادب والفاظ في منتهى القذاره، وانا من الخضه راح وزقني. انا وقعت هنا اصلا حامل وتعبانه، لما نزلت من باب الشقه نزلت تحت قعدت في المدخل مش قادره اخرج، رجلي تعبانه جدا ومش قادره اقف. انا اصلا تعبانه يعني انا اصلا عندي طلق مبكر وحامل وتعبانه. قعدت تحت شويه ولقيتهم جم تاني، قعدوا برده فين فين والدته فين مراته. نزلت تحت استخبيت في الحمام، بقى يقول لي انت مستخبيه، طب انا بقى هوريكي انا بقى هوريكي. المهم خرجت قلت طب بابا 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 حضرتك ظابط اتصل بيه، طب انتوا مين انتوا مين. راح شتم بابا وشتم الضباط وشتم الداخليه، وروحت خارجه برده جاي على المدخل قعدت مش قادره اقف اصلا. وبعدين شويه وجم تاني وراحوا لموا كل الستات، وانا قلت له انا مش قادره اقف انا عندي طلق مبكر مش قادره اقف. راح ظابط قال له ولا ما اعرفش يعني قال له سيبها. واحد يقول له ده يا فندم حامل ايه فين بطنها دي، فمنتهى قله الادب يعني ازاي يقول كده اصلا. خرج بقى بعد التكسير وبعد ده كله راح خارج الشارع يدور برده في بيوت اخرى، ناس ماشيه في الشارع يحطها في العربيه. بيلموا الناس كلها قاعده الفواضي، فبقول له اركب ليه؟ قال لا احنا عايزينك. بقول له اركب بس عايزين ليه، انا ما عملتش حاجه او ماليش علاقه بالخناقه وكده يعني. راح شارد مفتاح الموتوسيكل بتاعي وراح مبطل المكنه وراح واخد، لقيت الضباط راحوا جايين عليا. الاطفال الاثنين منهم بنت عندها 5 سنين منهاره مش عايزه تخش البيت خالص، جودي وشهد في ثالثه ابتدائي 8 سنين. طبعا شهد دي اللي اتضربت وهو بيخرجها من الشقه. فضلنا احنا 5، فعمال بقى يشتم فيا انا. فراح قال له ايه، عبي النسوان دي في العربيه كلها تركب وتطلع على المركز. مركز ايه بقى؟ مركز اوسين. فاحنا بنركب العربيه راح امين شرطه راح ضربني عصايه بشومه من الخلف. بعد ما رحنا على القسم يوم السبت الساعه 4 العصر لحد الساعه 2 بالليل، رحت بيت اهلي طبعا الدم نازل عليا. رحت طالعه على مستشفى الموظفين امداد العام، قالوا لي حالة إجهاض، عملت حالة الإجهاض وطلحت على النيابة، عملت محضر بكده والنيابة عرضتني على الطب الشرعي، وقدمت شكوتي في مديرية أمن الجيزة، وقدمت شكوى في وزارة الداخلية، وزير الداخلية يرضاها على أخته، مديرية أمن الجيزة لو واحد منهم يرضاها على أخته ولا مراته ولا أمه يتعمل فيها كده.